منذ بدء الأزمة القطرية تواصل قطر اتباع سياسة التعنت والمكابرة وإهدار فرص حل أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في إصرار واضح على الابتعاد عن الصف الخليجي والعربي، بل فضلت التخبط في أزمتها الممتدة من يونيو 2017. أكد مصدر دبلوماسي خليجي وقف المملكة العربية السعودية المفاوضات مع قطر لإنهاء المقاطعة بسبب مراوغة المفاوضين القطريين وتخبطهم، مشيرا إلى أن الرياض تمسكت بالتوصل إلى الحل عبر رؤية تشمل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. قال المصدر الدبلوماسي لصحيفة الشرق الأوسط أن المفاوضين القطريين كانوا متخبطين أثناء المفاوضات ولم يبدوا جدية في التوصل إلى حلول توافقية تعالج جذور الأزمة، بل حاولوا بدلا من ذلك المراوغة لإطالة المفاوضات، ما دفع الرياض إلى وقفها. شدد المصدر على أن السعودية متمسكة برؤيتها لنقاط الحل، خصوصا في النقاط التي تهدد الأمن القومي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشترط تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها قبل العودة إلى طاولة التفاوض مجددا.